دلوقتي خلونا نروح بقى للعالمين ونعرف من زميلنا محمد الخطيب أبرز فعاليات مهرجان العالمين النهاردة إيه هي. صباح الخير عليك. صباح الخير بسند، صباح الخير محمد، صباح الخير على كل المشاهدين الكرام. احنا النهاردة يوم جديد في خامس أسبوع مهرجان العالمين الجديدة. يمكن كل الفعاليات سواء كانت الثقافية أو الرياضية أو الفنية هي فعاليات مستمرة إلى الآن. يمكن الأسبوع ده عندنا يعني العديد من الفعاليات الرياضية بتتصدر المشهد مرة تانية. عندنا لعبة الجودو، عندنا الفولي بول، ويمكن في آخر يعني الأسبوع عندنا حفلتين، حفلة لحكيم وحفلة للمطربة أنغام، طبعا بالإضافة إلى حفلتين كمان، حفلة للمطرب محمد محسن ومحمد عنديل. دي يمكن يعني الحفلات أو الفعاليات الثقافية والرياضية والحفلات الفنية اللي موجودة في الأسبوع ده. لكن خلينا نتكلم على يعني الحدث الأبرز والأهم واللي حصل امبارح، وهو المؤتمر الصحفي الخاص لمهرجان الدراما المصري. المهرجان ده كان موجود فيه امبارح الدكتور يحيى الفخراني ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي والفنان إلهام شاهين للإعلان عن يعني التحضير الكبير لمهرجان الدراما المصرية واللي سيقام إن شاء الله يوم 24 من الشهر الجاري، وهيكون على إحدى شواطئ مدينة العالمين الجديدة، علشان يعني يعمل نقلة كبيرة لمهرجان العالمين، خاصة أنه يعني هيحضر فيه عدد كبير من نجوم الدراما المصرية واللي بيجي علشان يكرم العديد من الأعمال المصرية في دراما 2023 في شهر رمضان اللي فات، وتكريم أفضل الشخصيات البارزة والمؤثرة في الدراما المصرية. اتكلمنا امبارح مع العديد من الفنانين اللي كانوا موجودين في المهرجان، واللي أكدوا على جمال مدينة العالمين الجديدة والتطور اللي حصل والعديد من الفعاليات اللي خلت مدينة العالمين الجديدة واحدة من أفضل الأماكن السياحية اللي موجودة في مصر، وتأثير كمان مهرجان الدراما المصرية بوجوده في مدينة العالمين على تنشيط السياحة اللي موجودة مش بس في مصر ولكن في مدينة العالمين الجديدة. أكدوا أيضا كمان أن المهرجان هيكون ليه أثر كبير وصدى إعلامي واسع في جميع الدول العربية، وأكدوا انه المهرجان هيكون لي طبعا بالتاكيد انتعاشه سياحيه كبيره، لان في فنانين مش بس في مصر هيكونوا موجودين، لا ده في فنانين من العرب والوطن العربي وفي فنانين اجانب هيكونوا موجودين عشان يحضروا المهرجان. يمكن ده الموجود معانا، يمكن الحدث الابرز اللي حصل امبارح وهو مهرجان المؤتمر الصحفي لمهرجان الدراما المصريه. الحقيقه على مدار الايام اللي فاتت مدينه العالمين الجديده شهدت العديد من الفعاليات كان ليها اثر كبير على تنشيط السياحه. يمكن كان لينا لقاءات عديده مع بعض اصحاب الفنادق، واللي اكدوا ان نسبه الاشغال داخل مدينه العالمين الجديده في الايام العاديه وصلت الى 80%، وفي ايام العطلات يعني تجاوزت 100%. فده طبعا بالتاكيد ليه اثر كبير على تنشيط السياحه. والجزء الاخر وهو جذب رؤوس الاموال للاستثمار في مدينه العالمين، لانه لما يكون في يعني فعاليات ثقافيه، فعاليات رياضيه، فعاليات فنيه، مده مهرجان كبيره تصل الى 45 يوم، ده يعني أعطى يعني حالة مختلفة لمدينة العالمين، وبالتالي يعني جذب يعني أنظار الجميع وأنظار المستثمرين إن يكون في استثمارات كبيرة في مدينة العالمين الجديدة. يمكن ده المشهد عندنا النهاردة في مدينة العالمين الجديدة، وأعود إليكم مرة تانية. نشكرك طبعا محمد، شكرا جزيلا محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري من العالمين الجديدة.